هذا الكوموندون ديال الوقايه المدنيه هنايا قوات المساعده الباشا القائد الامن الوطني كل شيء كاين. الله يعاونكم تبارك الله عليكم. الناس ديال الوقايه المدنيه سيارات الاسعاف غدا شي واحد عنده شي وعكه صحيه خوتي مغاربه صباح الخير عليكم. اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 هذه العشرة ديال الصباح كانت واجد بحي تراست في زكان، كانت واجد في واحد المنطقة اللي هي على ضفاف واد سوس. راك تشوفوا الجهة الأخرى كاينة الغابة المحمية، وهنايا كاين واحد المجموعة ديال المنازل، غنقول لكم منازل عشوائية ما عندهم لا ضوء لا ماء لا حتى حاجة، لا الواد الحار لا بنية تحتية لا والو، وهذا الشيء مبني بشكل عشوائي. هنايا واد سوس كتعرفوا بان كاين واحد المشروع ضخم، واد سوس غادي يولي بحال بورغراك في الرباط، وهذه المنطقه كلها غتمشي منطقه خضراء وملاعب القرب، وواحد العدد من الرياضات غادي يكونوا هنايا. قبل 4 سنين السلطات المحليه ديال انزكان جلسات مع واحد الجمعيه اللي كتمثل الساكنه ديال هاد الناس هادو، وقاموا في اطار الاجتماعات اللي كانوا قررت السلطات العموميه باش تعوض كل شيء اصحاب هاد المنازل، وعطاوهم اللي عطاوه في تال عينت كل واحد فين عطاوه، المهم عطاوهم بقع ارضيه وكلهم كيبنيو، وحتى اللي ما عندوش باش يبني كيدير هذيك القضيه ديال الفوق غادي يشوف الطاشرون وهو غياخذ الفوق والاخر غادي ياخذ التحت ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اليوم الصباح من بعد الانذارات وهذا حتى شي وحدين كاين اللي خرجوا وكاين اللي تعوضوا وما بغاوش يخرجوا، وجاو ليهم السلطه العموميه، كاين هنايا العشرات من القوات المساعده، الامن الوطني، السلطه المحليه، الوقايه المدنيه. غنجيبوا واحد الدويره ونشوفوا الاجواء كي دايره. ها هما بداو بهدم هذا المنزل، الناس كيخرجوا الممتلكات ديالهم، الجرافة هي كطيح الدار هذه، وكما شفتوا عاد خرجوا الناس حوايجهم. قول لي يا خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أسئلة ياك. مرحبا. واش علماتكم شي جهه ان اليوم غيكون ترياب؟ ما كايناش شي واحد علمنا هنايا، ما جاش عندكم شي اخبار واحد السيمانه قبل ولا 4 ايام قبل ولا ما علمنا؟ قيد ما علمنا مقدم، ما كاينش شي حاجه كتعلق بالسلطه علمتنا بانه اليوم غادي نجيو غادي نريبوا هذه البلاصه. وانا كنتمنى من الناس وكنتمنى من الناس كاع اللي عنده حرقه على هاد المواطنين هاد الفيديو يتبارطاج، الله يرحم لكم الوالدين، بغينا الصوت ديالنا يوصل. هاد المنطقه هنا اللي كاينين فيها حنا اللي كنتواجدوا فيها راه ما كاين حتى واحد كيبلغ لنا الصوت باش نجيو من الاخر، ما كاينش شي واحد كيهز التليفون ديالو او كيجي شي اصحاب شوف تي في بحالكم نتوما كيبلغ الصوت ديالنا، ما كاينش، حرام. حنا ماشي شوف تي في. لا المهم حنا ماشي هضرت عليك انت، انا هضرت على ناس اخرين. الصوت ديالنا راه ما كاينش اللي كيبلغ، وكنتمنى الصوت ديالي يبلغ العامل عمل في انزكان، الله يجازيه بخير يشوف من حقنا. راه حنا ضعنا راه تقريبا 21 واحد ولا 22 واحد هنا، حتى واحد ما مستافد، حتى واحد فينا ما مستافد. كنتو درتو والغريب في الامر، خليني نكمل هضرتي. الغريب في الامر، الغريب في الامر اللي عندنا هنا وهو ناس استافدوا وحنا ما استافدناش، شنو الفرق؟ حنا بغينا اليوم شي واحد يطرح لينا شنو الفرق ما بين هذا وهذا، علاش هادو اللي مشاو استافدوا وهادو اللي باقيين حاليا دابا كاين بعض دابا اللي باقيين حاليا دابا راه مستافدين، وحنا راه معزولين هنا شي 20 واحد او 22 واحد ما مستافداش. علاش؟ والسلطه العموميه المحليه ما دواتش معاكم ولا شي حاجه؟ اشوف اسيدي الله يجازيك بخير، انا قايد مشينا للعماله، مشينا عند القايد، مشينا عند المقدم، توجهنا لجميع البيبان، حتى شي باب ما رد علينا، وحنا كنطلبوا من المواطنين ومن الناس المسؤولين الكبار هذا الفيديو يبلغهم، الله يجازيكم بخير. هاد الارض دابا اللي حنا فيها، هاد الارض هادي
اولا بعدا قبل منها واش نتوما في ديك الجمعيه اللي كانت كتفاوض مع العامل وخداو الامتيازات ديالهم ماشي راح لهم الجمعيه اللي كانت كتفاوض؟ انا هاد النقطه مزيان ملي جبتيها مزيان ملي جبتي هاد النقطه انا بغيت نشرح لك على هاد النقطه. هاد المشكل اللي كان واقع هنا من الاول ديك الجمعيه اللي كانت هذيك الجمعيه ملي كان الرئيس قبل هذا الرئيس الاول أدراق احمد أدراق ملي كان أدراق كنا كنمشيو حنا مجموعين الساكنه كلها على اطرافي كبير وصغير كنمشيو تما كنديروا احتجاجات بانه باغي الماء والضوء. عقلت عليها الله يجزيك بخير. كنا كنغوتوا بانه باغي الماء والضوء. واحد النهار كنتفاجئوا بانه الناس قال لك اودي غتكون واحد القرعه وغادي نستافدوا في بقاعي في التلعينت غيكونوا بقاعي غنديروا لكم فيهم القرعه. راه عطاوها اليوم اسمح لي ملي سمعنا هذا الخبر ملي سمعنا هذا الخبر هذيك الساعه حنا المقدم ديال هنا استانا حنا كاينه 22 واحد هنايا استانا حنا من دون الناس من دون هاد الناس هادو من دون هاد الناس ما قيدناش كنمشيو عندهم الباشاويه كيقول لك اودي انت ما محصيش علاش انت والله اعلم مع مغدوي انا كنمشي عند القيد مشيت عند القيد هضرت معاه قلت لي الله يجزيك بخير راني ساكن وعندي شغلي هنا عندي الشغل ديالي هنايا عندي الشغل ديالي هنا كيقول لك انا ما سوقيش وفي سوق من انت ما سوقكش وهذا ما سوقوش وهذا ما سوقوش العام شكون غيخليك توصل عنده حنا كنا كنمشيو ها هنايا عند الرئيس كنمشيو ها عند الرئيس ما كيخلوناش ندخلوا دابا مؤخرا نيت مشينا واحد النهار تما حتى واحد ما استقبلنا ما كاينش لي يهضر معاه قبل ما يوقع هذا الكارثه هذه ومعلموناش عندنا شغلنا هنا صاحبي حرام وحنا ماشي مواطنين حنا ماشي مواطنين راه كنعرفوا حاجه واحده هذه الرايه المغربيه وكنقولوا الله الملك الوطن راه حرام هادشي حنا راه ماشي شي دوله حنا راه ماشي شي دوله اجنبيه لا حنا راه مغاربه راه يدي في يدك ويد هذا في هذا ويد هذا في هذا الارض اللي حنا فيها هاد الارض ملكيه وانا اتحدى كاين القانون كاين القانون اسمح لي واش كاين القانون يا كاين القانون بسم الله من غدا الى عندك الوراق ديالك علاش عندي الوراق ديالي وانا نتحدى شي واحد جاب لي شي استدعاء بانه تم الافراغ ديال الهدم ما كاينش ما كاين والو حتى حاجه ما كاينه باش من حق ردموا لكم الظلم فين باقي غير اسمح لي فين باقي غير يسيبوا بنادم غيديو ليه تاعو فابور فين راه هاد المنطقه هي اللي كيدو فيها تاع بنادم فابور هاد المنطقه ديال اكادير الحقاره اكبر حقاره هما هادو هنايا اكبر حقاره كاينين هنايا فهاد الجماعه ديال نزكان هنايا البلديه ديال نزكان اكبر حقاره نقولها ونعاود نقولها المنتخب اللي كاين دابا كيديو معاكم ولا والو ما كاينش اللي كيهضر معاك امحي موت عيش دبر راسك حياتك هادي وحنا هاد المنتخب اللي داز الملايير الكحله تخسر ولو عباد الله واش بنادم اللي بغى يشوف خنز عباد الله يشوف خنزه هو الاول راه حشومه راه عيب اللي بغى يشوف خنز عباد الله يشوف خنزه هو الاول دونك دابا نتوما عندكم الوراق ديال عندنا الوراق عندنا كل شيء اي حاجه كتثبت بان الوراق قانونيه الارض قانونيه كل شيء نهار اللي كنا كنمشيو كنجليزيو عندهم وكان هذيك الساعه كان داير عندهم الفلوس ما كاينش اللي مسوقنا هذيك الساعه ما كيدويوش زيد انجليزي لهذا ليزي لهذا هذيك الساعه كان داير الفلوس وهذا البني هذا راه داز عمومي فاش في 2011 في جميع ما يكون هذه اشاره من عبد الملك محمد السادس نصره الله كانت هذه البنائيات العشوائيه في المملكه المغربيه كامله فيما دزي خدمه العشوائي احنا من ديك الوقيته اليوم الى هذا اللي حصاوه واللي عطاوه ودوزوا هاد الشانطي اللي كاين هنا بيناتنا قسمونا عزلونا هنا بقاو تما هاد العام غدا هاد العام العام الاخر الى يومنا هذا وانا راه كنتمنى الرساله ديالي الله يجزيك بخير توصليها الله يرحم لك الوالدين وصلي هذه الرساله ديالي انا بغيت العامل ديال العمالات انزكان يجي عندنا هنا ويقول لينا يفسر لينا كاين مشكل كاين بحال هكا معكم عبد الفتاح بداز هاد الارض اللي كتسول على سيدي هذه الارض ديال مواليها ديال يطراس والناس عندهم هنا كاينين اللي عندهم التيترو عندهم كلشي ونهار شراو هاد الناس سجلوا لا غلق قليل شي 2% اللي ما مسجلاش ما الزرافه كتضرب هاد الدار كامله انا بالنسبه لي هاد المنزل عشوائي ولكن مني سولت قالوا لي هاد الدار كاينه ما يفوق 20 عام هنايا وبان عندها الوثائق ديالها مولاها مسكين كيدير الدياليز وكاين وليداتو هنايا حتى وقفوا عليهم هاد الصباح كلشي خاصو يخرج ما كنفهمش علاش ما علموش
المواطنين على الاقل عندك واحد 15 يوم ولا 20 يوم باش تخوي، الله يخرج حوايجو يمشي في حالاته. ما عرفتش، على الاقل نعلموا المواطنين الله يخليك عندك 15 يوم ولا عندك شهرين من اجل الافراغ، والنهار فلاني راه غادي تكون القوه العموميه، واللي صدى ولا اللي دار شي حاجه راه كاين العواقب. يعني ما كنظنش شي واحد غادي ينوض ويحتاج ولا يدير شي حاجه خايبه ولا شنو، الا كانت الشروط والناس مستافده، الناس معوضه على هذا الخراب اللي كيتخرب دابا وعاطينهم اراضي. الحزام الامني ديال القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الامن الوطني من الجهه الاخرى. المنزل كله غادي ينزل الارض، وكما قلت لكم عنده الوراق ديالو قانوني، ما كنفهمش كيعلاش غادي يريبو علاش غيدخلوا عليه. وكتشوفوا معايا، شوفوا الساكنه ديال هذا المنزل كاينين تما، وهذا الشرجم الاخر حتى هو، والترياب كاين. وكنظن ان القوة العمومية غتقتحم المنزل، غادي يهرسوا الباب ويدخلوا. من بعد استنفاذ المفاوضات تراجع السلطات العمومية. شنو كيتوجد؟ الله أعلم. القرايضية كلهم كاينين، لا ديال القوات المساعدة، الأمن الوطني، الباشا ديال المنطقة هنايا. الجرافات غادي يمشيو في حالاتهم. هادي 12 ديال النهار. خلاني راجلي هو راجلي غير الشرا، ومات لي عامين هادي وغادي في الثالث، وخلاني في هاد المحل وساكنه فيها هما كلهم الشهر طيرين. مشيت ما استفدتي من والو؟ ما استفدت من والو، كنمشي عندهم للبلديه مره يحلوا عيني ومره لا، طلبنا المقدميه، طلبنا القيد، طلبنا ما خليت ما نطلب من نهار ما درجلي وانا كنطلب العيوم على هذا، استفدوني بالترياب. اليوم انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب التعويض ديالي، عوضوا لي راني مره فقيره. والعمر فين تسكني دابا؟ مع العيله. ها لا كرتي لي تشوف شحال عندي في العمر، في غادي نمشي وشكون غادي يهزك؟ واش غتهزك عروستك؟ أولدك بغاك، مرتو ما بغاتكش، ومشي لي عندي التنسيو، غدا ولا بغدا غنشد الفراش، مصبرت راسي. طول العمر ان شاء الله، طول العمر ان شاء الله. هو حنا ماشي، حنا معاكم ماشي ضدكم. المخزن حنا عطيتونا شيء الله يعطيكم الخير، ما عوضتوناش تعويضنا وتعويضكم على الله. حوايجي ها هما كتشوفوا فيهم دابا، كلشي حوايجي هنايا، بنجبد عاد الدواء ما نشرب، مردوم ها انت راه كنجبد فيهم واغزل ها. راه الاخرى فين يلاه جبدتها. الفطور الفطور ما فاترش باقي، والله ما فاتر. فيقوني من نعس، قلت لهم عن حوايج، قال لي خرج حيد. حيد انت واش غديروا بها هاد الشتا كطيح دابا؟ واو نقعد فيها في غادي نمشي نخلي حوايجي انا اللهم انا هذا، كون علموني كون حيدت شغلي. ها هي البطاقه كاع ديال هنايا، ها هي باش شحال من عام وانت هنايا؟ 23 عام من حياه حسن الثاني. هو هذا السيد هذا في هذه البراكه هذه طمعوا فيه حتى هو وحيدوها لي. ها البطاقه اعطيه البطاقه. بلاش 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 البطاقه ديال هنا. شنو بان لكم؟ ما كنفهمش ان السلطات المحليه بدون سند قانوني، يعني بشي امر ديال المحكمه بان القضيه دازت في المحاكم وتصدر واحد الحكم قضائي ولا شي حاجه باش يجيو لعند هاد الناس هادو
ويفرغوهم ويهدموا لهم المنازل. ما كنفهمش كيف السلطة المحلية ما كتعطيش واحد الإنذار سيمانة 10 أيام شهر راه النهار فلاني غادي نجيو باش نهدمو إلا ما خرجتوش من دوك المنازل. من جانب واحد آخر كانت فهمت السلطات المحلية نقولوا حنايا قالوا لهاد السكان كلهم راه النهار فلاني غادي نجيو باش نريبو، وهاد الناس ناضوا عيطوا على ولاد عمهم وعلى الجيران وعلى الأحياء كلها وغتكون مواجهة مع السلطات. واش السلطات بهاد عنصر المفاجأة كما داروا اليوم الصباح جاو لهم على غفلة والجرافة الناس ناعسين خرج من هنا غنريب ليك؟ يعني كاين شي حاجة ماشي هذيك، خاص يتشد العصا من الوسط، خلى المواطن يتكرفص ونحترموا حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى القوانين تطبق. أنا هذا رأيي المتواضع لأنني شفت ناس واحد الشريحة اللي راه هي تكرفصات ومكرفصة، كاينين شي وحدين اللي هما استغلاليين اللي هما خداو بقع في جهة أخرى ومازال جالسين تما لأن بغاو أكثر لأن بغاو يستافدوا، غير الله يهدي ما خلق. المهم ضروري من الضحايا، وهذوك الضحايا دوك الناس اللي محنين دوك الناس اللي مكرفصين هما علاش كنتكلم. ما بغيناش الضرار، هذا السمر دابا الشتا غادي تقدر تطيح، غير الله يدير شي تصويبات الخير. وكنتمنوا شي التفاته من السيد عامل اقليم انزكان يتملول على ديك ال21 ولا 22 واحد يستدعيهم ويشوف شنو هما مشاكلهم ويعطيوهم حتى هما البقع ديالهم، وديك الساعه ادوز تراكس ورازي وردوا هجرادي وقادوا الدنيا. هذاك الشيء اللي بغينا. تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم والله يسر اموركم.